جدا مشاهدي قناة شوف تي في، تحية لكم عبر هذا البث المباشر من قلعة سراغنا وضواحي قلعة سراغنا. احنا في الطريق الى مدينة قلعة سراغنا، كنشاهدوا امطار الخير تتساقط هنا بجماعة العتامنة، يعني في طريقنا لقلعة سراغنا. نتمنى تكون امطار خير، نتمنى ان شاء الله غسل هذا الوباء، نتمنى ان شاء الله تكون هذه الامطار تجينا ان شاء الله بالرحمة والمغفرة ان شاء الله تعالى. تحية لكل متابعينا، تحية لكل مشاهدينا عبر هذا المباشر اللي كنقول لكم من ضواحي قلعة سراغنا وفي طريقنا الى قلعة سراغنا، وكنشوفوا امطار الخير تهاطل هذه الاثناء بالمنطقة. اطلبوا الله الرحمة، اطلبوا الله شفاء جميع المرضى، اطلبوا الله سبحانه وتعالى ان تكون سببا لرفع هذا الوباء. إذن متابعينا، كما كتلاحظوا فأمطار الخير تتساقط في هذه اللحظات في قلعة أسراغنا. الحمد لله وشكر لله على هذه النعمة، كنت من الله سبحانه وتعالى تكون بداية مفتاح الخير. إذن مشاهدينا، فهذه الأمطار تكون ان شاء الله، كنعرفوا ان المنطقة فلاحية، منطقة قلعة سراغنا، وكنعرفوا احنا في امس الحاجة لهذه الامطار، وخاصة الفلاح والميدان الفلاحي. الفلاح اللي كنشوفوا انه تضرر من تأخر امطار، وكنشوفوا ولات عندنا ندرس المياه في المنطقة، واليوم الحمد لله تنشوفوا امطار الخير تتهاطل في المنطقة. كما شفتوا الصباح كنا عبر مباشر من مدينة العطاوية، واللي كان قلنا لكم أثمنة الحبوب القمح إلى غير ذلك، وشفنا أن كان الارتفاع ديال هذه الحبوب، الارتفاع ديال الحبوب كنعرفوا أنه هو من تأخر المطر، من قلة المطر. مشاهدينا، كما سبقنا وقلنا في لايفات قبل، موضوعنا هو فيروس كورونا. إذا نتمنى الله سبحانه وتعالى يذهب عنا هذا الوباء، ونتمنى الله سبحانه وتعالى تكون هذا المطر هذا وهذا الخير هذا يكون سبب في رفع هذا الوباء عن كل المسلمين. احنا كنعرفوا مشاهدينا ان احنا واعيين بخطورة هذا الوباء، وهذا الشيء كيطلب منا مزيدا من الصبر. اليوم خاصنا نتخلاو على يعني بعض العادات، كنعرفوا ان العادات والتقاليد ديالنا، مثلا القهوة، الزيارات، عادة الاكل الجماعي، بزاف العادات، السلام، التصافح، بزاف العادات اللي خصنا نتخلاو عليهم في هاد الظروف هذه. إذن مشاهدينا، الحمد لله اليوم كنشوفوا امطار الخير تتعاطل بكثرة،
لقلعه اسراغنا، ونتمنى ان شاء الله يعني تعم المدن والقرى المغربيه. باش نشوفوا الابتسامه في وجه الفلاح اللي تضرر مسكين تاخر المطر. مشاهدينا الحمد لله على هذه الخيرات اللي كتساقط الان منطقة قلعة اسراغنا، ونطلبوا الله يبعد البلاء من البلاد ديالنا، يبعد منا هذا الوباء باش نكونوا بخير وعلى خير. وهذا الوباء كنعرفوا انه امتحان من الله سبحانه وتعالى، وابتلاء انسان خصو باش يعاون بالصبر. الى عاوننا بالصبر ونقينا روسنا، حنا ما تطلبش منا شي حاجه كثيره، طلب منا الا الصابون، نقيو روسنا بالصابون، نغسلو يدينا مره نوريو وليداتنا كيفاش يغسلو يدينا، كيفاش يطهرو، وراه غنكونو يعني حنا في امتحان، واحد امتحان صعب. راه الا سقط واحد الشخص منا في امتحان سقطنا كاملين، لاننا اخوه وحنا الحمد لله كل المسلمين راه يد واحده. اذا مشاهدينا لازلنا على دبت المباشر من اقليم قلعة اسراغنا، احنا في الطريق الى قلعة اسراغنا، وتنشوفوا الحمد لله امطار الخير، امطار الخير بهذه المنطقة. ونتمنى وتكون يكون ان شاء الله جميع المدن والقرى المغربية مثل هذه الاجواء. الحمد لله نطلب الله، الله يرحمنا برحمته الواسعة، ويمطرنا مطر الخير إن شاء الله تعالى، ويذهب عنا البلاء. ان شاء الله تكون هذه الامطار هي التعقيم من هذا الوباء، انه ان شاء الله هذا المطار يكون هو التعقيم ديال هذا الوباء ان شاء الله يا رب. تنقولوا مشاهدينا باش نطهروا يدينا بالصابون، وباش نعقموا يدينا بالمواد المعقمة. اليوم تنطلب الله سبحانه وتعالى باش يطهر البلاد ديالنا من هذا الوباء بهذا المطر اللي كينزل دابا في هذه الأثناء. إذن ما نساوش كل الطلبة، كل تلاميذ المؤسسات التعليمية في بلادنا، ما نساوش وليداتنا، ما نساوش تاهما، تعاونوا معهم، نرشدوهم على الدراسة ديالهم، نحاولوا نوعيوهم علاش باش أن جاية إن شاء الله تعالى الامتحانات، مقبلين على الامتحانات باش إن شاء الله تكون النتيجة أحسن وتكون النتيجة ممتازة.
نعرفوا هذه الفترة هذه ماشي فترة عطلة، ولكن شاءت الأقدار باش يتوقفوا على الدراسة ديالهم، ولكن ولو توقفوا تابعوا الدراسة ديالهم حيت احنا ماشي في عطلة دابا. الحمد لله ان كنشوفوا ان وزارة التربية الوطنية فتحات مواقع للدراسة دارتهم الدولة باش يستافدوا منهم التلاميذ والطلبة، وتنتمنى التوفيق للجميع في المسيرة الدراسية. إذن مشاهدينا كما كتشوفوا لازلنا على هذا البث المباشر من طريق الرابطة ما بين العطاوية وقلعة سراغنا، والحمد لله كنشوفوا الخيرات الله سبحانه وتعالى كتنزل، أمطار الخير كتنزل يعني بكثرة الحمد لله. نطلب الله سبحانه وتعالى أن تعم جميع أنحاء المملكة. الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمطار هي فاتحة الخير، هي إن شاء الله باش تطهر البلاد ديالنا وباش تعقم البلاد ديالنا من هذا الوباء إن شاء الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم فما نساوش التلاميذ ديالنا، وزارة التربية راه دارت بوابة إلكترونية ويعني باش يستافدوا التلاميذ، وما نساوش رجال الصحة وموظفي الصحة وزارة الصحة اللي تما كنعرفوهم المعاناة ديالهم في هذه اللحظات، يعني المجهودات اللي تقوموا بها في هذه اللحظات هذه الصعبة، يعني اللي كنعرفوهم انهم معرضين رؤوسهم للخطر، معرضين رؤوسهم للاوبئه، معرضين رؤوسهم بزاف د الحوايج يعني باش ينقذوا حياه المواطن. وما نساوش كذلك رجال السلطه، ما نساوش كذلك الناس ديال الدرك الامن، القوى المساعده، اعوان السلطه، جميع الغيورين على هذه الارض السعيده، ما نساوش المواطنين كذلك. لكن شفنا جمعيات المجتمع المدني، شفنا ناس اللي تأثروا بالموضوع، شفنا ناس اللي ساهموا بقدر من المال، شفنا ناس اللي كيخدموا بالخفاء، يعني كيتقدى الكفة وكيدير واحد السيد. احنا عندنا واحد الناس كنعرفوا ان في بلادنا عندنا ناس اللي ما عندهمش دخل خار، اللي مسكين كيخدم يوم واحد النهار وكيخدم الصباح خصو ياكل العشية، وشفنا ناس كيخدموا في الخفاء الله سبحانه وتعالى اللي غيخلصهم على هذه الخدمة هذه، كيوصلوا لدوك الناس يعني كيتقدوا ليهم كيساعدوهم، وهذه هي روح التضامن، وهذا الشيء ما غريبش على المغاربة. إذا مشاهدينا ما زلنا على البث المباشر كما كتشوفوا، ما زلنا على الطريق والأمطار تتهاطل بكثرة. الله يرحمنا بالخير ديالو إن شاء الله، نتمنى جلد جميع مدن وقرى المملكة. مشاهدينا تحية لكم جميعا، تحية لكل اللي تبعتنا بالرسائل عبر هذا المباشر. استسمح انني ما كنجاوبش الناس، اسمحوا لي انا في الطريق. شكرا لكم، شكرا على المساهمة ديالكم، شكرا على الدعوات ديالكم، شكرا. وطلبوا الله سبحانه وتعالى ان بهذا المطار ان شاء الله تكون فاتحة خير باش يرفع عنا هذا الغضب وهذا الوباء ديالنا.
ايضا تحيه كذلك، تحيه كذلك لسلطات، تحيه لرجال الدرك كما تنشوفوا الناس ديال الدرك اليوم كنشوفوا انهما في الشتاء في الصيف كيواجهوا يعني باش يحرسوا وباش يامنوا المواطن. نوجه لهم تحية كبيرة من هذا المنبر هذا، وما ننساوش رجال الأمن، رجال القوى المساعدة، رجال الوقاية المدنية كذلك، رجال الوقاية المدنية كذلك، والقوات المسلحة الملكية بالضبط، قوات المسلحة الملكية اللي حتى هما حارسين البلاد ديالنا، حتى هما مخلي الوليدات ديالهم، مخلي العائلة ديالهم. اليوم حنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نتعاونوا معاهم، يعني نلتزموا بالتعليمات ديال السلطات ديالنا، وغنكونوا ان شاء الله فزنا، غنكونوا ان شاء الله مرينا من هاد الظروف الصعبه اللي كنعيشوها في هاد الاثناء. على باب بلعت أسراغنا شو أمطار الخير ستهاطل، الحمد لله وشكرا لله على هذه النعمة هذه.